حدثني عن غزة هاشم عشيقة الشهداء، وعن سر الشموخ فيها والإباء، وعمن أتاها ليستنشق العزة من هواها ويقبل ثراها ويتعلم معاني المجد من صغارها الأبرياء. أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في هذه الأمسية من أمسيات غزة التي نقدمها لقطاع غزة المحاصر ولأهلنا هناك الذين يتعرضون لشتى أنواع الظلم والجوع. وطبعا نحن سنكون معكم بإذن الله تعالى على كافة منصات التواصل الاجتماعي وعبر إذاعة قدسنا المرئية. ونرحب أعزائي المشاهدين بضيف الأمسية لهذه الليلة الفنان يوسف كيوا. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. والضعف فيا أصيل، وأنت رب قوي. الكل يفنى ويبلى، الكل يفنى ويبلى. وأنت وحدك حي، وأنت وحدك حي. يا الله، يا الله، يا الله، يا الله. معايبي ليس تخفى لك، لكن عفوك أوفى. وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى، وإنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفى. أحيا بروح طموح، ملأ رجاء وخوف. تطير تسجد تسمو، وتحت سنورا نرى صرفا. تطير تسجد تسمو، وتحت سنورا نرى صرفا. وتحت سنورا نرى صرفا. ما شاء الله ما شاء الله. طيب والله هذه الأنفاس. اللهم أمين. الفنان يوسف كيوان الغني عن التعريف، يا حياكم الله يا حياكم. أهلا وسهلا فيك في هذه الأمسية من أمسيات غزة. يا سيدي شكرا جزيلا لهذه الجهود المباركة، وأسأل الله عز وجل أنه يجعل ذلك في ميزان حسناتكم أنت وفريق العمل، لأنه يعني هذا الشيء مش بسيط. لما تنتصروا لأهل غزة بهاي الفكرة، وحتى يعني بالإمكانيات الموجودة بين إيدينا، هذا يعني عند الله عظيم. الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتكم ويبارك لكم فيه إن شاء الله. اللهم أمين. طبعا يوسف ما بدي أنسى أرحب بالضيف الدائم معنا في هذه الأمسيات، الموسيقار خليل أبو حجر. طبعا أهلا وسهلا يعني في ضيفنا العزيز يوسف أخوي وحبيبي. يعني خليل الظاهر المخفي. إن شاء الله عليك خليل. يوسف الآن دخل علينا رمضان وقطاع غزة محاصر، قطاع غزة جائع، قطاع غزة مظلوم. كيف استقبلت عائلة يوسف كيوان شهر رمضان هاي السنة؟ والله أنا يعني ما بدي أحكي لك على مستوى يعني حتى الزينة
والفرحة دائما شهر رمضان تعرف دائما الأطفال بحبوا يزينوا. عندي أولادي يعقوب وعيسى إن شاء الله, الله يا رب يخلي لكم أحبابكم, يعني بحبوا يزينوا كذا. هاي المرة كان شوي الوضع مختلف صراحة, فيعني على الأحداث اللي منتابعها والتفاصيل يعني حتى على مستوى والله اللقمة اللي بنوكلها صار الواحد يتطلع على اللقمة إنه يعني أكلها ولا ما أكلها, يعني استحق ولا ما بستحق بالضبط. يعني يعني هل فعلا أنا بشعر فيهم هذول إخواني بالإسلام, والمسلم للمسلم كالبنيان المرصوص, ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهل فعليا أنا هاي اللقمة اللي بدي أكلها يعني حتهنى فيها, خليني أحكي. فلولا إنه يعني إحنا يعني نستبشر بوعد رب العالمين بالنصر, والحمد لله رب العالمين يعني ديننا ما تركنا هيك مش فاهمين أي شيء إحنا في الحياة, لا بالعكس وجهنا بالضبط. فهذا هو مصدر التثبيت بالنسبة لنا إنه لا إن شاء الله تعالى ربنا حيعوض صبرهم خير, واللي بيعملوه أهل غزة والمقاومة في غزة هاي فاتورة ودين في رقبة كل مسلم في العالم. إن شاء الله نكون قادرين نسد هاي الفترة, نسأل الله عز وجل إنه يقدرنا على السداد ويقدرنا إنه نرد لهم هذا الجميل والمعروف, لأنهم بيقاتلوا نيابة عن الأمة يعني. يا رب. طيب يوسف, أنت من أي بلد أو من أي بلدة فلسطينية؟ يا سيدي أنا من قرية قضاء جنين اسمها يعبد. معروف يعبد, استشهد فيها الشيخ المجاهد عز الدين القسام, ما شاء الله استشهد في أحراش يعبد, ما شاء الله, وللآن الكتائب على اسمه سبحان الله, ربنا خلد يعني ذكره واسمه في كتائب الآن, يعني هي بتذود عن الأمة وعن أعراض الأمة وعن مقدسات الأمة, الله يجزاهم كل الخير. وكثير طبعا يعني كان في خليل أناشيد تغنت بيعبد, يعني يا طلت خيلنا في القدس ويعبد, كانت بجوز والله في كثير يعني عارف كيف يعني بجوز الأشياء اللي متذكرها أنا يعني في أشياء كثير ليعبد. يعبد لأنها يعني انشهرت بالصمود من أيام الاحتلال البريطاني, يعني قبل ما يدخلوا طبعا العصابات الصهيونية على فلسطين من أيام الاحتلال البريطاني, ويعبد يعني اسمها علم في المقاومة ما شاء الله. أكيد يوسف لكل بلدة أو قرية في فلسطين عادات وتقاليد بجوز تتميز عن غيرها من القرى, عن غيرها من البلدات. قرية يعبد بماذا تشتهر؟ نحكي بشكل عام بعدين نخصص شوي في رمضان, شو عاداتها في رمضان؟ يعني هي بتشتهر بالفحم, فيها مناجم فحم, وللأسف تشتهر بزراعة الدخان كمان. هاي القصة اللي بدناش إياها بالضبط. نسأل الله عز وجل إنه يعني يستبدلها بشيء أفضل, يعني عارف كيف؟ زيتون مثلا أو تين, لا فيها أكيد يعني زيتون, فلسطين كلها فيها زيتون ومبارك وخيرات يعني, لكن هي تشتهر بالتبغ يعني بالتبغ أكثر شيء وبالفحم. نعم. عاداتكم وتقاليدكم في شهر رمضان مبارك, يعني قد يكون لكل بلدة فلسطينية عادات وتقاليد تختلف عن البلدة الأخرى, وخصوصا في الشهر الفضيل شهر رمضان. لا لا زينا زي هالمسلمين, زيكم زي المسلمين. ما في أكل معين أو شرب معين نحكي والله صحيح. يعني الأكلات الطبيعية العادية يعني فلسطيني المفتول, يعني الأكلات اللي دارجة عند كل الفلسطينيين بشكل عام. أظن أستاذ يوسف بكثر تداول الأطباق ما بين الجيران وما بين الحبايب الإخوان العزائم, هاي ترى عادي سائدة مش بس عند أهل فلسطين. حتى أنا يعني عشت في مصر سنتين مثلا, عندهم هذا الطبع وخصوصا في رمضان الطبق لازم يتودى ويرجع مليان يعني. هذا يعني هذا اللي زرعوا فينا عرف الدين يعني, عارف كيف؟ مش بالضرورة يكون من أحكام الدين, لكن خلص المعاملات اللي صارت بين والأخوة والمحبة والتعاون وواصل الترابط هاي بين الناس كلياتها والمودة اللي ربنا. حتى غير رمضان يوسف كنت أسمع خليل كمان انه الناس كانوا على الغداء يروح مثلا على مكان مسجد او كذا, كل واحد يجيب صحن من بيته. صحيح. شو كان زمانات مجدرة عدس كل واحد انه شو اكلته مثلا او شو المتوفر يحطوه مع بعض بالضبط, وكل الكل ياكل مع بعض والله, ومتعة وبركة. صحيح. يعني احكي لك مرات كاسة عدس صغيرة في مسجد مع لمة الاحباب قسما بالله اسكى من البيت, بتكون مشبعة يعني. بروح على البيت مثلا مرتي بتزعل انه ليش اكلت,
وين ليش اكلته ليش يا عمي نص كاسه عدس والله ما بعرف كيف خلص يعني الله. البركه البركه والله البركه والله فعلا. حابين نسمع منك يوسف إشي يتعلق بعاداتكم وتقاليدكم في بلده يعبد او اشوده عن فلسطين تتعلق في بلده يعبد او قريه يعبد. حاضر. يعني في سود برايات سود براياتك هاي لفلسطين بشكل عام يعني ان شاء الله نسمعها منك. سود سود براياتك جود جود بدماتك عود عود بالبسمة بالبسمة درب العز آه يا ابني بعده ما فاتك درب العز آه يا ابني بعد ما فاتك دوس الظالم يا ابني خلي دمه سيالي قوت المركب لا تهتم الفارس بدها خيالي وان عدى طريقك ظالم وان عدى طريقك ظالم خلي صمودك يوقف حد وسطر أمجادك سود براياتك جود جود بدماتك عود عود بالبسمة بالبسمة درب العز آه يا ابني بعد ما فاتك درب العز آه يا ابني بعد ما فاتك خلي ايدك بيد اخوك وعنه لا ما تتخلى ازرع وردك واقلع شوك وبكرة المستقبل احلى وان قالك يا اخوي اه بروحك لا تبخلك احما ما في غيره حد تلاقي يسمع اهاتك سود سود براياتك جود جود بدماتك عود عود بالبسمة بالبسمة درب العز آه يا ابني بعد ما فاتك درب العز آه يا ابني بعد ما فاتك ما شاء الله ما شاء الله. طيب الله هذه الأنفاس يسلم الصوت الله يسلم قلبك حبيبي سبحان الله. اختلاط الكلمة الجميلة اللحن الجميل يخرج عمل متكامل وكأنها عبارة عن هيك بوكي ورد كيف تطلع على الوردة تنبسط فيها ما شاء الله عليك ينعش النفس نعم يعني خصوصا إذا كانت خليل يعني أنت بتغني قاعد لبلدك طبعا شوف شو ما أرقى الموضوع ما أرقى وصدق الكلمة أهم شيء بالضبط. الكلمة كانت صادقة وطالعة من قلب اللي كتبها هي كلمات للأستاذ مروان زين الدين والألحان برضو للأستاذ مروان زين الدين ونوجه له تحية طبعا إذا كانت طالعة من قلبه بصدق عارف كيف راح توصل للمستمع يعني بدون استئذان راح تخترق فورا يعني وجدانه وقلبه وسمعه 100%. طيب يوسف الآن أهلنا في الضفة الغربية وفلسطين يعانون منذ زمن طويل نعم. المحتل الغاشم قاعد دنس في الأرض بدخل على قرى على مدن فلسطينية وبعمل عمايل سودا الآن يعني لمتى الشعب الفلسطيني مطلوب منه يتحمل هو لوحده الآن بقاتل ما في حدا معه أي شعوب ثانية بعيدة عنه وإحنا عارفين خليل كله بعيد صحيح. لما تطلب منه يتحمل الشعب الفلسطيني والله اللي صبر عليه يعني الشعب الفلسطيني زي ما بيقولوا صبرنا صبر الخشب تحت المناشير يعني لكن سبحان الله العظيم الله عز وجل لما بده يصطفي شهداء بيصطفي اصطفاء فالله عز وجل بيختار لهذا الموضوع طبعا مش اي حد بيصلح انه يكون في هذا المكان صحيح. هذا لا يعني طبعا انه بتسقط عنا قضيه انه احنا نكون عون وسند لهم وانه هذا مطلوب من كل مسلم انه يذود عن المسجد الاقصى وراح ننسأل كلياتنا امام رب العالمين والله يعيننا السؤال لا ايوه بالضبط لانه الموضوع مش مزحه يعني ابدا هذا امانه
هذا أماني ورثنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورثنا إياه الخلفاء من بعده، ورثنا طبعا. الدين هذا أماني لازم كل مسلم يعني بيدعي إنه مسلم لازم يذود عن المسجد الأقصى ويقاوم ويدافع لو بأبسط الأشياء. الشعب الفلسطيني يعني إيش بحكي لهم؟ ربنا اختارهم يعني هي بدي هيك، وخصوصا أهل غزة تحديدا. بدي كلمة منك يوسف إلهم. ربنا اختارهم، ربنا عز وجل اصطفاكم حتى تكونوا أنتوا في مقدمة الأمة حتى يتخذ منكم شهداء. فاصبروا. فأكيد فاصبروا، لأنه يعني السنن سنة الله في الكون إنه لما بده يختار رسول صلى الله عليه وسلم وما من نبي إلا وقاتل معه ربيون. فهاي سنة الأنبياء من قبلكم وسنة ال 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 الذين أنعم الله عليهم. تمام، إحنا منفكر إنه سواء بالنصر أو بالشهادة. طبعاً إحنا منقول الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم. تمام، منفكر إنه اللي أنعمت عليهم بنعيم الدنيا وبنعيم، لا، سيدنا يوسف عليه السلام وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم شروه بثمن بخس كانوا فيه من الزاهدين. سيدنا شعيب قالوا له قومه ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، ملكش قيمة. محمد صلى الله عليه وسلم خير البشر عند رب العالمين، شج رأسه وهو بالطائف، مزعت خدوده، كسرت رباعيته، صابونة رجله طلعت من مكانها، زاحت من مكانها، وهو نبي الله، هو خير خلق الله صلى الله عليه وسلم، لزقت أوعيه في 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 جسده في الطائف لما رجموه. تمام، هل الناس هاي حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير اللي تقطع تقطيع في أحد، أنس ابن النضر اللي أكثر من 80 ضرب في جسمه أخته ما عرفته إلا من حسن في إصبعه، هذول الخاص عند ربنا؟ هل هذول ما لهم قيمة عند ربنا ولا هم الغاليين؟ هم الغاليين عشان هيك رب العالمين ابتلاهم. وبالمقابل كان فرعون ربنا بقول على في الأرض، تمام، وكان عنده جنده وكان عنده مال وذهب بالأخرة بالبحر، سادات قريش كانوا يعني في كل النعيم. المعادلة يوم القيامة بتتغير، الناس هاي اللي استضعفت في الأرض واللي خسروا الدم والمال وخسروا الأولاد وخسروا وانظلموا، يوم القيامة ربنا بده يعلي مراتبهم. والطواغيت اللي بنشوفهم في الأرض هذول رح يكونوا كالذر تدوسهم الأقدام يوم صحيح. القيامة صحيح. طيب يعني خليل تعددت الأعمال، عفوا مش خليل، يوسف تعددت سيدي احنا واحد يعني ما عندك شيء خليل يوسف يوسف تعددت الأعمال الخاصة خليل ويوسف بفلسطين. صحيح. حابين نسمع معك، يعني احنا صراحة أطربنا صوتك وأشجعنا صوتك، الله يكرمك. حابين نسمع عمل جديد لفلسطين بصوتك. حاضرين يا سيدي، حاضرين. الله أكبر الله أكبر، يا أمي اصحي الأقصى بيتدمر، وإن ما هبيتي وقلتي يا واحد عجبينك عار ورايح يتسطر. شو اللي جرالي؟ وين الفوارس وين هم رجالك؟ اصحي يا أمي شو اللي جرالك؟ وين الفوارس وين هم رجالك؟ وين راح الأقصى ابكي عحالك؟ ما ضل كبير بدارك يتقاتل. علينا محسوبة وين البناد يا أهل العروبة؟ ورموز الأم علينا محسوبة،
كل الأسامي صارت مشطوبة وفي غزة بانوا ظهر المستر. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني يوسف، هذه الآية القرآنية، خلينا نحكي بمجمل الآية القرآنية ونركز على آخر كلمات في هذه الآية: ألا إن نصر الله قريب. متى يقترب نصر الله منا؟ إذا رجعنا لسنن الذين خلوا من قبلنا، تمام، زي ما بتحكي الآية، شو مستهم؟ بأساء. البأساء، والبأساء أشد من البأس. والضراء، والضراء أشد من الضر. وزلزلوا حتى يقول مين؟ الرسول. الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ استوينا. هون في قمة الضعف، لما نوصل لقمة الضعف ربنا بقولهم ألا إن نصر الله قريب. استنوا شوي، لو بترجع لكلمة نصر، إحنا عشان نعرف بس من وين بيجي النصر في القرآن، كلمة نصر مستحيل تلاقيها إلا مقرونة باسم الله سبحان الله. إن ينصركم الله فلا غالب له، إن تنصروا الله ينصركم، وما النصر إلا من عند الله، إذا جاء نصر الله والفتح. مستحيل تلاقي كلمة نصر إلا تلاقيها مقرونة بالله. لا. فإذا احنا اعتصمنا بالله وبحبل الله وعرفنا إنه لازم يصير هيك، لازم يكون في شهداء، ولازم يكون في تضحيات، ولازم يمسنا القرح، ولازم نتحمل زي ما تحمل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأنبياء اللي قاتلوا من قبله، تمام، وصبروا وتحملوا، في قمة الضعف رح يجي النصر. لأن النصر مش من عندنا، ولا بقوتنا، ولا بطاقتنا، ولا بعددنا، من عند الله. نعم. لأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم. هي موضوع مش عدد. نعم. الموضوع إنه بدنا نعتصم بحبل الله جميعا حتى يجينا النصر. يوسف، الفنانين بجزء ما بيقدروا يوصلوا رسالتهم خليل إلا من خلال فنهم. صحيح. الموسيقار بموسيقى، والمؤدي أو المنشد أو المغني بالكلمة الملحنة زي ما نحكي. ماذا سوف ينشد لنا يوسف لغزة اليوم؟ لغزة، يعني ممكن نحكي موال احنا بشكل عام للأمة، وأكيد طبعا هذا بصب في موضوع غزة، يعني في موضوع غزة الله يشكر. أمين يا رب العالمين. يا أهل القمم عبر الصور طوفوا اتفرجوا، يا بشر كيف الدماء سالت، مباني تهدمت تحت القصف، شوفوا وجنود الغدر بين النساء صالت، أوفا 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 أوفا. وبن صهيون ما نشفت كفوفه من دم الأبطال لما العقل ما لات، غريب غريب ما حدا حرك صفوفه لما المساجد تحت القصف هالات،
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أذان واضحة حروفه ليش الظلم لغير الله ذلت أهابا والطفل برض الفدا ما تكتف بخوفه وجنود مدرعة من همته خافا ركض للموت ركض للموت يا زينو على كيفو وامو بفخر رشت الزغرودي وقالت يا ذل اللي عاش بعدك يا حيفو لو زادت ايام الردي وطالت واللي ما يحمل أرض والعرض سيفه بيضل صغير بيضل صغير لو قامت وتعالت ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك ألف عافية يا ربي يوسف ما شاء الله الكلمات روعة يعني زي ما حكينا احنا في البداية خليل تسطير الكلمات بقالب فني يحتوي على لحن معين يجعلها كلوحة فنية الحمد لله كبوكيه زهر أو بوكيه ورد زي ما حكينا احنا الآن طبعا يوسف وصلنا وخليل أيضا وأعزائي المشاهدين لنهاية هذه الأمسية لهذه الليلة لكن تعودنا احنا مع ضيوفنا في كل أمسيات غزة بأنه ننهي الحلقة بدعاء لأهل غزة حتى نتميز عن باقي البرامج خليل ويوسف فإن شاء الله أنا الآن بدي أنهي يوسف هذه الحلقة وأتركك مع الدعاء أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الأمسية لغزة والتي كان ضيفنا فيها الفنان يوسف كيوان ورافقني فيها من التقديم الموسيقار خليل أبو حجر كل الشكر لكم ولمتابعتكم نلتقيكم بأمسية جديدة وسهرة جديدة من سهرات غزة إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله أترككم مع هذا الدعاء مع الفنان يوسف كيوان اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وكن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود ومن والاهم فإنهم لا يعجزونك اللهم هيئ لهذا الدين من ينصره وللأقصى الشريف من يحرره اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا واجعلنا من جند تحريره يا أكرم الأكرمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين